المشاركة ديال اليوم أولا كتجي تعزيز عن الدور ديال الصيدلي في إطار التنمية المحلية والتنمية الوطنية، وكذلك كتجي في هذه الأيام اللي تنظمات، ولا حقيقة الدور ديال الصيدلي ما بقاش هذاك الدور يعني استشاري أو لتوفير الدواء، ولكن ولا الدور ديالو حاسم أولا فيما كيخص التوعية، فيما كيخص الدور ديال المصاحبة، فيما كيخص أنه اليوم ولا قطاع استراتيجي فيما كيخص التصورات العامة للمغرب. والحمد لله حنا كنفتخروا خاصة في التصورات العامة للسياسة الحكومية اللي كتخدم تحت الاستراتيجية الكبرى ديال صاحب الجلالة. المميز حقيقة اليوم في هذه الأيام أنها حاولت أن تكون شاملة، وان حاولت ممكن انها تلمس واحد المجموعه من المدارك والمعارف، بحيث ان اليوم الصيدلي ما بقاش غير الصيدلي التقني، ولكن الصيدلي الخبير، الصيدلي الكوتش، الصيدلي اللي هو في الاستماع، الصيدلي اللي عنده واحد الدور حاسم واساسي. وكما لاحظتوا واحد المجموعه من الورشات اللي كتهم يعني الجانب القانوني، الجانب لابانيل كوتشين، الجانب الطبي، الجانب الصيدلي. انا كنعتقد اليوم ما احوجنا ولا في مدينه مكناس، ما احوجنا في المغرب اننا القطاعات نتاعنا تكون عندها النظره الشموليه والنظره الاستباقيه للمستقبل. انا حقيقه الموضوع اللي تناولته هو يعني الدور ديال 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 الكوتشين، لانك تعرف بانه اليوم الصيدليه ما بقاش كتقوم غير كما قلت قبيله الدور ديال توفير الدواء، ولكن كتكون واحد العمليه، واحد العمليه اللي كنعتبرها اساسيه، وما بين المواطن وما بين اولا المستخدم والصيدلي. اذا هاد العمليه هذه احيانا كيكونوا واحد المجموعه ديال المرضى اللي كيجيو بواحد الهشاشه نفسيه، واكيد لان اي واحد مريض والا كتكون عنده واحد الهشاشه نفسيه. الطريقه اولا باش 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 نفهموا هذاك المريض، طريقه باش نستقبلوه، طريقه باش نتفهموا الانتظارات نتاعو، طريقه احيانا باش نوجهوه، طريقه احيانا باش ننصحوه، كنعتبرها هي جزء من هي تعتبر واحد الجزء مكمل من 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 نقولوا من مركبات العلاج اللي فيها الطبيب والصيدلي. اليوم هذا حسن الاستقبال وهذا الكوتشين اللي خصو يكون اليوم عندنا في الصيدليات، كنعتقد انه غيكون ان شاء الله عنده واحد الاثر ودور ايجابي فيما كيخص في تاهيل القطاع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.